سيدة والفنانة ديانا سعيدة شرف تقول دائما أنها اشتكت بالحساب، أي حساب حمزة مومبيبي، ولم تشتكي إلى دنيا ولا غيرها. وقالت بالحرف: إذا ثبت على أنني اشتكيت شي واحد وتبرأ، أنا مستعد نعتذر له. هذا الأمر هو بين يدي دنيا، مش تعتذر لها ولا ما تعتذرش لها، ولكن ما يهمني هو النكران والتنكر أن هي من حركت الشكاية ضد دنيا. وابتسام بعدما حركت شكايتها تقدمت أمام الفرقة الوطنية واستمع إليها أمام الفرقة الوطنية يوم 6 أغسطس 2019. وبعدما أدلت بهويتها كاملة وجاء ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من محضر سماعها ما يلي. الصفحة الثانية معايا؟ فوالا معكم. وأفيدكم أن مجموعة من الأشخاص يقفون وراءه، وراء حساب حمزة موبيل، ما تم نشره ضدي، تتكلم على نفسها، بحساب حمزة موبيل على تطبيق انستغرام. اسمعوا لي مزيانا، واخص بالذكر كل من دنيا باطمة والمسمى سيمو بن البشير، ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوتي المسمى دنيا باطمة الى حفل خطوبتي ولاسباب شخصيه اخرى. لا نكذب على الاحياء، قد يمكن أن نكذب ونفتري على الأموات، وعندما يبرز الدليل لا داعي للافتراء. هذا محضر سماع ديال الفرقة الوطنية، واستمع إليها من قبل المشتكية التي تدعي أنها المشتكي. دابا حنا راه ماشي تكذب على دنيا، تكذب على زانة. شي ثاني ما وقفتش هنا، لا، حضرت أمام المحكمة الابتدائية بواسطة دفاعها وأدلت بطلب التنصيب كطرف مدني. طلعت تنصيب الله يخليك. وهذا سعيدة شرف، دنيا باطمة، ابتسام باطمة، هذه مذكرة المطالب المدنية، كتطلب جبر الضرر، كتطلب التعويض، كتقول تضررت مما فعلته دنيا وابتسام، ولذلك بأنني أطلب التعويض عن الضرر الذي حصل لي. شحال طلبات؟ طلبات 50 مليون. أعطي الصفحة الأخيرة عافاك، مذكرة المطالب، وأعطيت المحكمة 10,000 درهم. تجمع أكثر من شيء، الإنسان يكون صادق مع الله أولا، ويكون صادق مع البشر، والحاجة اللي هي ثابتة بحجاج عيب وعار أننا نكروها. باش نختم، عندنا واحد الواقعة وقعت بعد الحكم. أن ابن مسيح خلق لي إرهاص كبير، خلق لي هواجس خطيرة جدا، وعشت حياتي 40 سنة في القضاء كمحامي، ورافعت القضايا الكبرى والصغرى، وما عمرني حصل لي هادشي اللي حصل في هذا الملف. ملي نقز عليا واحد من الأمريكان ويقول لي: سي بشرين، وقيتي فيها حتى كتهرق وكتنشف وكتقاتل 12 الليل
ست ساعات وتهضر وخرجتي تسخسخ، هذه العبارة ديالو. اسمحوا لي حيت هادشي تيبقى فينا، أنا تيبقى فيا، وأنا راه عادي الحكم أسبوعين قبل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.